السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا ميرا من قناة ميرا كرافت. راح أعمل مزيل عرق أو ديودرينت من مواد طبيعية، لأن أغلب المواد الموجودة في الأسواق مكوناتها غير معروفة، وفيها مواد كيميائية أو خطيرة أو تسبب السرطان لا قدر الله. وإذا ما لقيتوا المكونات في المدينة اللي أنتوا فيها، تقدرون تطلبونه من موقع اي هيرب او امازون. نحتاج الى شمع النحل، انا طلبته من موقع اي هيرب وتلاقونه بامازون 28 غرام. كذلك نحتاج 7 ملاعق كبيرة من جوز الهند الطبيعي، وبيكربونات الصوديوم ملعقتين. ونشا الذرة 4 ملاعق كبيرة. وزيت اللافندر 7 قطرات أو زيت الليمون. وعلب أو حافظات لمزيل العرق تلاقونه في أمازون. أحيانا يكتب على مزيل العرق التجاري كلمة إيزوبوتيل أو إيثيل أو ميثيل أو برابين في المكونات، فانتبهوا منه لأنه يستخدم كمواد حافظة لمنع نمو العفن في مزيل العرق، لكنه عبارة عن مواد ضارة جدا تؤثر على نظام الغدد الصماء وتعطل الهرمونات. من الأفضل إنك تعملين مزيل العرق الخاص فيك بنفسك لأنه ما يحتاج وقت. أحيانا العطور المضافة إلى المزيلات العرق الجاهزة تسبب تهيج وحكة للبشرة. إذا أردتي مزيل العرق كريمي لا تضيفين شمع النحل. وإذا أردتي أكثر صلابة أضيفي ملعقة كبيرة إلى المكونات من شمع النحل. فائدة بيكربونات الصوديوم تمتص العرق والروائح من الجلد، وفائدة جوز الهند مضاد للالتهابات ويرطب البشرة ويمنع تهيج الجلد ويحافظ على مزيل العرق كريمي وناعم. وهذا المزيل لا يمنع التعرق، لأن التعرق أمر طبيعي وصحي في الواقع، وبالنسبة لك فهو يساعد على برودة الجسم وإزالة السموم من الجسم، وينظف مسام الجلد، ويقاوم بعض الجراثيم، ويعزز مناعة الجسم. وتقدرون تستخدمون روائح غير اللافندر مثل زيت الليمون أو المسك أو النعناع.